هذا صار بهالسرعة؟ 10 دقايق كمان وبكون حققت هدفي اللي صار لي فترة عم أسعى له. أنا رح أنجح بانتقامي. بترجاك حاكيني أبي، شو أعمل؟ أنا شو سوي؟ أنا خايفة كتير. شو صار لك أبي؟ أصحى ستي. ستي إيه براجيا؟ ابكي لأنه أنت مكتوب عليك تعاني كل حياتك. الحقيقة رح تعاني وتبكي طول حياتك، وقتها بس أنت رح تفهمي قديش بتوجع شوفت حدا بتحبي كتير عم يموت وقدام عيونك. كمان أنت رح تدوقي نفس القهر والوجع اللي أنا دقتن. ما رح يصير لك شي، أنا معك، ما رح أسمح لشي يأذيك ولا شي. أبهي، كلهم كم دقيقة وبكون ضمنت إنك متت. باللحظة اللي بتموت فيها أنا رح كون انتقمت منك.